وفي العام المنصرم دكت القوات المسلحة الجنوبية معاقل الإرهاب كتنظيمات القاعدة وداعش وإطارها الحامل جماعة الإخوان وأصحاب العقيدة المنحرفة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا. فدكت قواتنا المسلحة جحافل هذه الجماعات بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي عبر العمليات العسكرية الواسعة لدحر الإرهاب من الجنوب، ولا زالت تواصل حربها الضروس حتى اليوم. خاضت القوات المسلحة الجنوبية في العام 22 معركة فاصلة مع قوى الشر والإرهاب، وتصدرت عمليتي سهام الشرق والجنوب المشهد العسكري في المحافظات الجنوبية، ووصل صدى هذه العمليات الواسعة إلى الدول الرباعية المشتركة ذات الاهتمام المشترك في مكافحة الإرهاب. عملية سهام الشرق العسكرية لمكافحة الإرهاب في محافظة أبين قطعت خطوط تموين الجماعات الإرهابية وعصابات صنعاء، وأوقفت عملية تهريب الأسلحة على امتداد الشريط الساحلي، وأفضت المراحل الأربعة للعملية إلى السيطرة على معسكرات الإرهاب بدءا من خبر المراقشة وانتهاء بالسيطرة على معسكر وادي عمران، أحد أكبر معاقل التنظيم الإرهابي في جزيرة العرب، والذي استطاعت القوات المسلحة الجنوبية دك حصون التنظيم في جحوره. واستكمالا للعمليات العسكرية ضد قوى الشر والإرهاب، أعلنت القوات الجنوبية المشتركة بمحافظة شبوة عن انطلاق عملية واسعة لتطهير المحافظة من بؤر التنظيمات الإرهابية تحت مسمى سهام الجنوب بدعم مباشر من التحالف العربي. العملية حققت أهدافها الرئيسية بتطهير منطقة المصينعة بمديرية الصعيد من الإرهاب، إذ نجحت القوات الجنوبية في العمليتين من تحقيق نجاحات وأنجازات كبيرة، احتلت المرتبة الأولى في الاهتمام الإقليمي والدولي المناصر لكبح الإرهاب في المنطقة. وفي الرابع عشر من سبتمبر أيضا، وردا على العمليتين الجنوبيتين، بدأ تنظيم القاعدة الإرهابي حربا مفتوحة على القوات المسلحة الجنوبية تحت مسمى سهام الحق، والتي لم تكن إلا سهام باطل وتكفير لقتال القوات المسلحة الجنوبية، وذلك بعد خسارة حزب الإصلاح محافظتي شبوة وأبين وخوفه من فقدان المهرة ووادي حضرموت وعودتهما إلى حضن الجنوب. وادي حضرموت لم يكن بمنأى عن هذا الحراك العسكري، والذي شهد حراكا شعبيا متواصل مطالبا بدحر قوات المنطقة العسكرية الأولى، منبع الإرهاب وحاضنة الفلول الهاربة من شبوة وأبين، ولا يزال هذا الحراك متواصلا حتى إخراج تلك القوات الغاشمة وتطهير الجنوب بأكمله من رجس العناصر الإرهابية. القوات المسلحة الجنوبية اليوم وبتعدد مسمياتها ووحداتها والألوية المنضوية تحتها تبقى جميعها حصن الجنوب المنيع، فهم حماة الوطن لا يثنيهم تعدد الأعداء ولا بشاعة الإرهاب، يرابطون في كل ثغر ليربط الوطن بمسيرة الأمن والاستقرار. هنا دفعات عسكرية تتواصل في الدفع بها من قيادة القوات المسلحة استكمالا في مكافحة الإرهاب، وستكون رافدا في تطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية وتأكيدا على الشراكة الدولية في مكافحته وطمر منبعه جماعة الإخوان، حينها سينعم الجنوب بالأمن والاستقرار وبمساندة الدعم المستمر والمتواصل من الأشقاء في المعركة المصيرية العروبية المشتركة ضد الإرهاب.